السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لا يلوحن قلنا إن شاء الله تعالى محاضرة السد حادة مانتا محاضرة صعوان كذو يهي قاردي رسول كني محمد صلى الله عليه وسلم وسوتش يدين دونو شيخ محمد إدريس فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري إن كل أن كنا إنه كرد وكل أن بركيسن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبري قلبي عرب كي نقص وكلمة حقا إلهي سبحانه وتعالى قلبي يدينا يدقيه نبا أفره نغنى ديوكو هذا الكدق يستكيس ونكسن نقاطة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنت كذب ولا ليال كلمة أن قلبتها وحيكوسها في سنتهاي سيدا آد مقاشين أما أركتين قيرد النبي عليه الصلاة والسلام إيو دردار النديسي وكدر دار مي وأمديسا وأسو جديي قيرديسا وحير كهر. inta aanan u gelin inaan ka hadlo geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qodobada aan ka hadli doono, waxaan jeclahay inaan ka hormariyo aayaad nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warramaya iyo aadaabta looga baahan yahay dadka mu'miniinta ah inay kula dhaqmaan nabiga calayhi salaatu wasalaam. qur-aanka kariimka ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aada u faahfaahiyey qaabka loola dhaqmayo, sida loo dhegaysanayo, sida cilmiga looga qaadanayo, sida loogu yeerayo, sida loogu sallinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam, iyo waxa uu ka mudan yahay ummadda oo dhan. acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أيها الإخوة إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله الله نقدق المسلمين الله نقدق أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا سكله إنه الله سبحانه وتعالى أنه قدق قدوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نون صدري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي سبحانه وتعالى وقدق خاتم الأنبياء والمرسلين النبي ذكي وقدم ميه ختمي وغنى فضل بضن خلقه سأردن نبي ذنى وقف فضل بضن الله سبحانه وتعالى نقدق أمديسا قد بضى أن كهد لدونه إن شاء الله تعالى وحين قد دونان سيدة صوص عطاه كو أهمية أي لابهاي أما مهمة أي لابهاي موضوع عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قودهان أما قريدي سيبا إن لقاهد الله لابو إن وحي ركوبا كتلمامه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام صدح نبي عليه الصلاة والسلام سيد الله قشاك قريدي سيئنا يسودو دهاي إنو الله سبحانه وتعالى إشارات سيئو سيئو غي سيئي إنت آني قريدي سيئما كهر أفر نبي عليه الصلاة والسلام سيدي أغصو بلابته حنونكو إيا السبب تيسا شان نبي عليه الصلاة والسلام إن لك للدور رنسيي نلوشا إنو كواره أو آخرتان كيسنا جنة ونقضى آخر كيسو إيوه إنو الله سبحانه وتعالى حقيسة أوفصده أو قريدة أي كتماد لح نبي عليه الصلاة والسلام
حنون كيسي يمددي وحنون كوجري يجيردي يوحي كذا شيء تضوا دردار النبي النبي عليه الصلاة والسلام لقصوا بلابه وقت جي حجك وجيردي سحوا يركه الرئيسي ويا حجك وحوها بشي ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام سيد الله يسكوها فقصية هاي وحود انت بشي ربيع الأول وبشي أن كجرنا وكلتاه كصدح بلود بأود حيسي جيردي سي حجك عليه الصلاة والسلام ما أنت وجود ما يسي النبي عليه الصلاة والسلام نلاش يسا عمرك النبي عليه الصلاة والسلام وكو جريودي صحابة رضوان الله عليهم رقي الضمر به سيد وتيران يودين النبي عليه الصلاة والسلام جيردي سي يا وجود ما أنت النبي عليه الصلاة والسلام لقدي سي كفنتي سي إياه دوجي تانكي سي قلب كوه الرياء وآه نبي عليه الصلاة والسلام إلا قاها الله موضوع السيرة ديسا إيه قيري ديسا أما السيرة ديسا نبي عليه الصلاة والسلام إيه دغن كيسي إيه نلوشيسي عليه الصلاة والسلام وحفظان تهاي ذاتك المسلمين تانا إني السيرة ديسا أي أخريان ويس حصوصيان وآرهن دينتا ملوين كتشوغه حي لا الله سبحانه وتعالى وحنا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قدوة أن قد يرنا أو قد يشدنا أن قصلا إنه النبي عليه الصلاة والسلام ساس درت دوا إن سيرة دي سبرنا هي سنة دي سي إنه قد يرنا سيرة دونا وحيت المام يسا نلاشي سيدة أحد نل المعلومات كيسي هي أحداث دي سي دعوة دي سي نلاشي سي خاص كاهد هي تعام كاهد انتبه أي مالين مالين أسجليسا أو أي أركور غريسان تهي إنا ينو النبي عليه الصلاة والسلام منو كفرسان ساس درت هذا أي سيرة مهم أتهي إنا ينو أغانو سيدو النبي عليه الصلاة والسلام دين تن أهير قليي أو أدغان قليي أو أدغمي ما دام إلهي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر النبي عليه الصلاة والسلام وحيدوية هاي أسوة يعني قدوة آت كضياتان ساس درت أي مهمة وحكى له مهمة نبي عليه الصلاة والسلام قريدي سمحي لي ومصيبة الأقوين أمد سوق قارتي ومصيبة الأقوين قفك كستو مسلمة سوق قارتها مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام قريدي سوي مصيبة كوين مرضى ما إبان دونت تاسنا وحاو الدليل حديث نبي عليه الصلاة والسلام كسقنا عليه أوشان أوليها النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليعتبر مصيبة بمصيبته بي قف كستاء مؤمنة أو دباتو أي سوغرت مصيبة أي كود أعلم غيري أما وحلا مدى أما دباتو أي كود مادو هكو حسوسته غيري ديدي يا مصيبة ديدي عن المصيبة التي تصيبه مصيبة يسقى جارتي أما أصيبتي حكاك حصوصته حكاك إبرقاته غيري دي دي أنيقا فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي قف مؤمني أنيقا قداشي كما إمان دونتو مصيبة كوين مصيبة غيري دي دي مصيبة غيري دي دي وعقل لي النبي عليه السلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي هدي وقفكين مصيبة يكون عضو هكو حصوصته مصيبة ضيدي ويلا يران إيسا مركا تيس ويل باكاد انتي آبا كاد انتي وضي باكاد انتي نمبا كاد انتي وحي مصيبة كسو قاربة مصيبة النبي عليه السلام قريد سكوي كو حصوصه مركا سي مصيبة ضادو ويراتو وكولو فضوداتو فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب ومصيبة أول نعم فعلا سيدة أعبري أنس رضي الله عنه وحانو قلت قدونا مش الصحابة وحو يري نبي عليه الصلاة والسلام مركو دنتي أيانو دريني مقالة المدينة إلي مدوباتي ومقدي أي نقطي أول نايفتين أي أهي مركا مصيبة أسوين إنا نحسوسنا صببتنا وحيت هاي نبي عليه الصلاة والسلام وكي إلهي سبحانه وتعالى إنك قبحي مقدقة وإنه قصر الله سبحانه وتعالى إفتينك وكي الله سبحانه وتعالى شركك يجاهلي ذا
وإنك جبحي إلى سبحانه وتعالى إنه كان نور إسلام كي قرآنك إلهي سبحانه وتعالى إنه كان وكي نبي عليه الصلاة والسلام إنه حريرنا نورك هي عرك كي وحي وكس الدقي الله سبحانه وتعالى وحيونه وحي إنك دحذنا كدعية سين أدق منه ننكو سو حاسكي سو أدق منه سو عبادي سنيه حولي سو أمام مليه دريدي سو أمام مليه سو يسو نرش أدونك وقص عنيه وحاسو أدن وحوك أغاني نبي عليه الصلاة والسلام إيه وحي إلهي سبحانه وتعالى قصد الجني ولذلك يتر أم أيمن مركي أويسي نبي عليه الصلاة والسلام قريديسي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أي كوي راهدين ما حد أوينيسا نبي عليه الصلاة والسلام وحي إلهي أكتيس أويا الله أغخير بضان أدونك وحي تر قريد وما أوينيه وحيقي إنو قأي أيان أوينيه وحيقي نو إيماني جبريل وهذا يما لنسع النبي عليه الصلاة والسلام كسو دقي وحي دعاه لورنا وحا ساو دعي توسي وحا ساو دعي وقلط وحا سقف كاس السمية ما فيعنا وحيقي قأي oo dhamaaday ayaan la ooynayaabay tiri marka inaynu walaalayaal is xusuusino geerida nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo siiradiisa sidaas ayay muhiim inoogu tahay ama nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii aanu maano siiradiisa iyo noloshiisa saan ognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam maka ayuu ku dhashay caamul fiil buuna dhashay caamul fiil maalin isniinaha ayuu dhashay ama bisha uu dhashay lama sugin سند صحيح أو صغير مجر ربيع الأول با ما صفر با ما محرم با لما صغير سيرة قارب يري بش ربيع الأول لكن لما صغير عامل في الهدول لشي النبي عليه الصلاة والسلام مكة أيو كبلا شيء تعزونا ويسوغن تهاي قريش أيو كبلا شيء بني هاشم أيو كبلا شيء النبي عليه الصلاة والسلام أووغي سوى عبد المطلب أو سيد قريش أها أبيه سنوى عبد الله وحنا قريو ذي أبهيس نبي عليه الصلاة والسلام سأقول أوركو يدي سكو جرة سيدا أي دادك سيرا دا قرأي انتو ضبضان أي سكو وافق سيهين مركو دشين نبي عليه الصلاة والسلام هو يديس علامات بضان بي أركتي طبعا نوحا لغن نوجيي رير بني السلام أو حليمة السعدية أي نوجيسي أباديها مقالة مكة دين عضائف وليبا أهاي أي نوجيسي كدبنا نبي عليه الصلاة والسلام مركو قاري شن يلا با تنصنو وحو قورسدي خديجة بنت خويلد او اهي سيدة النساء اهل مكة انت اني قورس النبي عليه الصلاة والسلام اي وحي اهي هوني معروف كو اه وناك يحشمد حولنا لها او مالقبينا او تجاري ستا تجارة او قاضي كدب اي النبي عليه السلام قورسدي عرورتيسا وحن ابراهيم كاهينا خديجة امبادا شيء او الهي سبحانه وتعالى دريد او كسيي wuxuu haray gabdhihi umbaana noolaaday wiilal uma noolaan nabiga kaleey salaatu wasalaam afartan sano markii uu gaarayna nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo jooga qaaru xiraa oo ku cibaadeysanayay ku taxannusaya ayaa waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bilowday wuxuuna kaga bilowday iqraa bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa alinsana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كي يقول ري النبي عليه الصلاة والسلام كسو دقا بأهي إنو دادك أدقو أو رسالة كل واقنا وحلو كسو دجي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وحليه بعض المفسرين سيدي لوي النبي عليه الصلاة والسلام قم استاك ودتك أدك مو ينفريس النبي عليه الصلاة والسلام إلى وكجر يده عليه الصلاة والسلام وحوي استاجي مرك الرسالة دي إنه قلته الله سبحانه وتعالى ويري إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا قم فأنذر سيد اللوير مكوح مركات كجري طبان صنه أي دعوة أسودي طبان صنه مركو ودينا وحى الله قاضي حق السمضة أو إسراء والمعراج صلاة أيانا شن صلاة ضد القصة واجبية شن تا صلاة ضد واجبات كذي صدح صنع أيوم مكوك جدنا يي كدبنا صدح هي طبعا صنع مركي مكوك قدر ما عطي وحال الله إذا ما ينو سوه جرودو مدينة وسوه جرودو مدينة أيو سوه جرودو سنة كصدح هي طبعا صنع أيو إيدنا وكنا على النبي عليه الصلاة والسلام مركا أفرت صنع وكه الرئيسي بعثرة يدعوة يصدح هي لباتن صنع صدح هي طبعا صنع مكاء iyo 10 sano oo madiina ah 3 iyo 6 ka sano ay isku waafaqsan yihiin dadka ahlu siirka inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam uu noolaa
طبعاً كاسنا ومدينة جوجنا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أمضى هي دولة الإسلام كا هي جهاد كا هي فرائض سودك يسي هي شرائع الإسلام كا أردن أو كسودكتي إلى وألا سبحانه وتعالى كسودجي حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي دين تسي إلهي سبحانه وتعالى وحي صدح يلواتن كاسنه ugu dhameystiray Alle subhanahu wa ta'ala ama xaga muqaalkiisa nabigu calayhi salaatu wa salaam wuxuu aha nin dhaxdhaxaad oo aan u dheereyn aadna aan u gaabnayn ee rabcatan min ar-rijaalaho dhaxdhaxaada ayuu aha wuxuu lahaa tima nabigu calayhi salaatu wa salaam jilicsan laakiin timaha sibiqda ah aan ahayn oo sida kuwa indha yarta iyo shiinaha iyo aan ahayn kuwan maaragtay adag ee afrikaanka oo kalena aan ahayn timaha jaleec ah oo jacdiga la yiraahdo dhaxdhaxaadka ah ayay ahayd timihiisu marna waxay gaari jireen dhegtiisa korkeeda marna waxay gaari jireen garbihiisa ayay gaari jireen oo carabtu timaha weydaysan jirtay wayna hagaajin jirtay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale shafka ilaah xundhurta wuxuu ku lahaa timo dheer ayuu ku lahaa wuxuuna ahaa ashcar buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaas oo kale nabigu calayhi salaam wuxuu ahaa nin cas oo casaankiisa uu gaduud ku jiro walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu caroodana waa laga garan jiray wejigiisa nuurka haddii uu xanaaqana waa laga garan jiray wejigiisa calayhi salaatu wasalaam ama akhlaaqdiisa wuxuu ahaa akhlaaqda ugu wanaagsana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qof bashara uu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey waxaana ugu filan alle subxaanahu wa tacaala inuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay inaanu been sheegin maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa alle subxaanahu wa tacaala wixii uu arkay inaanu been ka sheegin ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay wuxuu ahaa qof naxariis badan caruurta dhunkada oo la istaaga oo salaama gabadha yare hadday u timaado ay kaxaysan karto aan isla weynaan badnayn oo nabigu calayhi salaatu wasalaam isla weynaan malaahayn mutawaadic buu ahaa dhulku fadhiisan jiray dhulku wax ku cuni jiray dhulku seexan jiray qof kastuu raaci jiray asxaabtiisana lagama garan jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii uu dhex fadhiyo oo ninka reer baadiyaha u yimaado ayuuku muxamed ayuu odhan jiray iskama weynayn jirin asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam zaahid buu ku ahaayo adduunyadana indhihiisa kuma calliqin oo wuxuu ka tegay adduunyada isagoon ka dhergin quudka qamadiga isagoon ka dhergin ayuu ka tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana aad buu ugu xoog badnaa oo xaqa xaggiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ku adag oo aan dhinacna uga leexan qofnana uga haybaysan wuxuu ahaa mid akhlaaq wanaagsan oo dadka aan waxay karahsadaan wejigooda ku odhan oo aan waxay dadku dhibsadaan aan ku odhan dadka xaqa isagoon ka tegahayn ama wanaagga isagoo sheegaya ama xagga deeqsinimadiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aanin deeqsi ah oo sida dabaylaha oo kaleeto khayrkiisu u socdo kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ajwada annaas siduu yidhi ibnu cabbaas radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil fayudaarisahu alqur'aan marka uu jibriil la kulmo bisha ramadaan ee qur'aanka la daraaseeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam fala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ajwada bilkhayri min arriixi lmursala dabaysha soconaysa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka uga dheereeyey bal wuxuu leeyahay jaabir radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu maa su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama shay-an faqaala laa qad weligiis nebiga calayhi salaatu wasalaam lama weydiisan shay uu hayo oo uu weligiis yidhaahdo laa maya uu yidhaahdo maba iyan dhicin buu dhihi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu marka waxay ahayd akhlaaqda ugu wanaagsan tawaaduc badan naxariis badan deeqsinimo badan hadal wanaagsan cay aan lahayn haba yaraatee wax caya dadkana aan caayin faaxish aan ahayn cid aan gacantiisa ku garaacin laa dumar walaa ilmo walaa qof u shaqeeyo shaqaale ah qofna ma uyan garaacin nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa an yujaahida fii sabiilillah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u jihaado mooyaan xataa khaadimka u shaqaynaya shaqaalaha ah weligiis ma odhan waxaan maxaad u samaysay waxaan maxaad u samayn weyday xataa anas radia allahu canhu sida uu ka sheegay ma uyan dhihin markuu xusuustana anas radia allahu tabaaraka wa tacaala canhu wuu oyin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam wanaaggaas ayuu ku jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayuu u sabray dhib kastaa loo gaarsiiyey waa la caayey
وساحر باليري وتوك باليري وبينالا ليري وصاح وجرية هاي باليري وحكستال وشاغي مويا كحناق النبي عليه الصلاة والسلام مرويا كاستاغن دعوتي سي الدين تيسا انو كفدي ضدك خيرك الله دونو بل نفتيسو وحي لبي برونجرتي ولم رونجري انو اني ضدكو هاغاغي ويان اما دينتا اي قادم ويان سيد الله سبحانه وتعالى القران كريم كا انو شاغو يري فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ها اسكو من إله إله سبحانه وتعالى ويرى هذا الضدك أدوك مهقامين كرتين ما كم مركي لغو ديبي أو أحوال بلغو سمي طائف أي آلي بل ضدك هذا إن الدين تقاتل لكن إيه ونسحن أيه ولا دقمان والنبي عليه الصلاة والسلام وحبك ما ينقبلين مدة أسدير دين تيسا نبي عليه الصلاة والسلام امتحان كستا إيه قوين كستا إيه عنقباتين كستا دين تيسا وقو صبري كمانا أويان بحين وددي إلهي سبحانه وتعالى أوسي نرشي سوحي أهيد اسكمد مالين تيو مكا كل باتيسنا إلا عير سنية إيه واتوق وبينال وساحر لدهي إيه وحبانو هيسن إيه أصحاب تيسا ضد فقراء أو كوبان أي أهاين إيا مالنتي إلهي سبحانه وتعالى غنائمت إيا كنوست إيا النصر أو إلهي أفري إيا إلهي سبحانه وتعالى مكوفري إيا الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا مالنت أسنا كبر سمي بدل النبي عليه الصلاة والسلام iyo faan iyo isla weynaan iyo dadka inuu ka korayo iyo inuu kor isu qaad qaado ma ayan dhicina isku mid bay ahayd noloshiisu alayhi salaatu wasalaam dadka martida aad buu soo dhaweyn jiray wufuudda aad buu soo dhaweyn jiray waana marti soori jiray oo ummadiisa uga dardaarmay sida aan arki doono dardaaramadiisa uu ku sheegay intaas markii uu ku jiray xagga cibaadadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa kii hore iyo kii dambeba sida aayadahaas ku cad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhaafay haddana wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan waqtigiisoo dhanna dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yahay haddii uu jiifo iyo haddii uu soo jeedo iyo haddii uu fadhiyo iyo haddii uu tukanayo noloshiisoo dhammi ay tahay dikri ilaahay subxaanahu wa tacaala ذكري بو كوكي جري ذكري بو كفري سن جري ذكري بو كتو كان جري ذكري بو كدقاق جري ذكري بو كسعون جري سخوشة ذكري بو كقل جري كغسو بيح جري كوكو بي سن جري كغسو بيح جري ريركيس ذكري بو كتاق جري وكغسو بيح جري نلوشي صدن وحي ذكري إلهي سبحانه وتعالى وحي أتاقنا إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديسة إلى اللغوه يسو أي براران نبي عليه الصلاة والسلام وهبينك تهجد كوسو جيدو الله سبحانه وتعالى وعباده سنه الى اصحاب تيسا اي ليابان او اي راهدان يا رسول الله ما حد سدي بيسا اولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر dembigaagii kii hore iyo kii dambeba ilaahay waa dhaafay maxaad isu dhibaysaa oo aad aad ugu cibaadaysanaysaa oo habeenkii o dhan usoo jeedaa u taagan tahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuuran afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan noqonayn haddii xataa la ii dembi dhaafay addoon mahadiya ila addoonku waa inuu ku jiro bayna sabrin wa shukrin haddii dhibaato ku haysatana inaad sabirto haddii ilaahay nicmad ku siiyo wax kugu galladaystana waxaa lagaga baahan yahay inaad shukriso marka mar walba cibaadaad ku jiraysaa afalaa akuunu cabdan shakuuran ayay ahayd jawaabtiisu markii xataa uu xanuunsado ama ay maaragtay uu cuslaado maalintii ayuu qallayn jiray salaadii habeenkii ka tagtay oo salaatuleylka ahayd maalintii buu tukan jiray balse fadhigu ku tukan jiray haddii uu istaagi kari waayo ama maaragtay ayaamihii u dambaysay noloshiisu ay cuslaatay wuxuu ku dadaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa fadhiga ku tukado balse xataa jamaacaadka iyo salaada si uu ilaalin jiray sankaarkeenu dardaarankiisa inay salaadu ka mid ahayd waxay leedahay caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala canha had iyo jeer wuxuuna weydiin jiray markii uu xanuunsana salaadii ma la tukaday salaadii ma la tukaday maya waa lagu sugayaa rasuulkii allah calayhi salaatu wasalaam markii uu kici kari waayey nebigu calayhi salaam wuxuu yidhi abubakar dadka ha tujiyo muru abaabakrin falyusalli binnaas abubakar u sheega oo dadka ha tujiyo salaadii ay daahin
مركي أبو بكر صلاته قالي أي النبي عليه الصلاة والسلام حقا فضيد الدرامي سيدة الشيخي سو عائشة رضي الله عنها وفريست من ماشي سوء فدي عليه الصلاة والسلام وصوكع النبي عليه الصلاة والسلام حقا يروف فضيد مركو الدرامي أي صوكع حلال عائشة رضي الله تبارك وتعالى لكأني أنظر إليه ورجلاه في الأرض تسحباني في الأرض استغفر الله ماذا قرب لقاها أيه ولقوه سيقولك أيه كجي تميان أيان أجلي بالله عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لكن أوذك روائنه استغفر مرقى أبو بكر بن عيسى وكي فريستي سيدا سيئه عبادة ديسو عليه الصلاة والسلام سيداس مركي وكو جري صدح يلي حدن سنة أيوهو غير يودي انتا سبحان لينا واسيرة ديسي ملخص كيدا أما مركي الله سوكوه أياني انتا كأوران كرنا كتب تسيرة دا إيو ما لغا قرأي إياد ونغون كرتاني تفاصير تياد نبي عليه الصلاة والسلام قضب صدح هذا وحال لأوغي سيي وغيري ديسو انتاني إيمان إشارة بلسيسي وحكمل آيات كاس إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد إنه لمن أيه أصحاب تلقوسي أوغيسي إسانا الأوغيسي وأنا أدنكم قوارهين قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وأد لمن إيسا وأد قريون إيسا إيونا وإد لمن أيه وحاك الله أكمل آيات قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أيضا سواتي وأخري أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما ننتي أصحاب تقاركود انت وريرين أي راهد النبي عليه الصلاة والسلام ما أو يندمن مركي راهد وحكى الله كمدة قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آيات داسو مركي كسو دكتي سيد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أليه وحي أهيد دقنين لو شيقا النبي عليه الصلاة والسلام هدي نصر إلهي أو ما كلفرتي أو نصر إلهي أويمي أو دينتي إلهي أي فافتي أو دوتكي أي آد أسو مارتي دينتي أسو قلين أو حجكي كلي يبقل كن إنك بضن أي لحج النبي عليه الصلاة والسلام وحالي رمارك استغفار تبطسو أو إلهي سبحانه وتعالى دم بداف ويديسو مارك وحي تلمامي يسيبوا لي أي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر بن الخطاب من أكوا فقي إني آيضا سورة داسو أي آهي دقنين لو شيء النبي عليه الصلاة والسلام قريدي سي إني سودواتي وحاك الله وكمدة نبي عليه الصلاة والسلام أصحابتي سسل الطفان بوغوسي شيغاي إنو مردو تجي دون وأدون كانوا كبح دون وفارق دون أصحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليه آد بين النبي عليه الصلاة والسلام وشعلاين نفطر يوحل بكشعلاين مركم ما أيا سورة سنكرين إن النور نورانا يا النبي عليه الصلاة والسلام وكم قيا إلى قالوا أي كم مرك علي ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا سيدا أصحاب النبي محمد أي أجعلي هنا يقدري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أنن أرق بيرا ذن قالوا ذي وكم مرك عن أتكتي سيدا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أجعلي هنا محمد عليه الصلاة والسلام حبت انتي ساعه دولك كله على انتان يدعين اي قعانته هرسانيا ويسابه ويسيسانا يبنيها يقولون ايان عندوف هدي وطفتو عندوفتي سي ويقعدان ايان ويمرسيسان ايان دركي ساعه دو ميلدغ ويقشان ايان وحكستاء النبي عليه الصلاة والسلام جركي ساعه اما دركي ساعه وبدنكي ساعه مكا صباحا سيداس بيقود اقال لمي جرين ويبركي سنجرين ارن قاسنا وإن لقا لعدك لو اسكاله مجرته والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هاي وانا نلوشي سي اقريدي سي كدب وحكا لو بركي سنة يا مجرته مركا نبي عليه السلام اسي شاقي يقول ساعه جعل ايو اسي ديقي معاذ من الجبل ايو حكويري معاذو الرمان كودر دار ما يا واحد دعي كرته
هذا كذب إن هذا نأركن بمعنى مركي وحتى أدرى يمن وحد عكرت إن هذا أولا كل منه أي هذا عكرت هل قاسوا على قادنا يا إنه وسي شاري إنه دمن دونه نبي عليه الصلاة والسلام مركي هو حجك جدنا يي وحقد أبدينا يي خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا سنة كان كذب وحد عكرت إن أنا إذن أركن وأنا إذن لكل منه هذا إيقاطة حجك سيدا وقودنا إيسان أحكامت هذا إيقاطة يده النبي عليه الصلاة والسلام وكوع العليني وحاكم ذا دردارا كيو أصحابتي عليه الصلاة والسلام أسوة شديه أو نوشاقي صحابي يا العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه حلي عرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغروب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا رسولك الله وحدنا ودر دار مسا در دار سقوتيس وحي فهمين نبي عليه الصلاة والسلام إنه مركا دردارن كي سؤوية هاي دردارن سقوتيسا وحكم لها وضما انت أبي وفربنانت هاي وحيالا وقوسي الشيغي لكن وحكم لها من بركيسك خطبين إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين أن يخلد في الدنيا ويكون مآله الجنة وبين الموت فاختار لقاء الله مركي أرنك أوشغي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يا أدوه مركي النبي عليه الصلاة والسلام من بركي سقو تاغن الضون الضوم هذا إلهي كمدة أيا ألك للدور رنسي قيري إيو إنو أدونك كن أولاده أو كواره ولقس جوغم مخلط كن أغضه آخر كان جنة وقاله لابد ألك للدور رنسي وحو دورت إلهي كل كيس أيو دورتي أبو بكر بأوي ويري نفديك نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله حنكو غفرنا إن أبو الرسول كي الله أبو يا شيخ يويك صحابته ويليا بنايا وحلاها ورشيخا محلو أوينيا أبو بكر محلو أوينيا أبو بكر وحوها وكان أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصحابته وهو أنك نوغ بضية نبي عليه الصلاة والسلام أيها ساس أيو أقرتي مركبة نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكاير ما شيء قفك لك الدور سي لكن أبو بكر وحو كقرتي إنه يهي النبي عليه الصلاة والسلام أرماس وحي أهايين وحيالي النبي عليه الصلاة والسلام يلاهي أقول شيء أما هو أصحابتي سأقول تلمامي إن قريدي سوء أي سوء دوانه سيدا يكون بلابتي نبي عليه الصلاة والسلام حنون كيسا حنون كيسا وحق بلاود النبي عليه الصلاة والسلام سيدا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أي شيء يسو إنه كسر نقضي مال المال ما كمدة إنه أصو أحد شهادة ديدا إنه كسوت كذي النبي عليه الصلاة والسلام markii uu soo tagay soo noqday ayuu nabi waxa uu soo noqday isagoo leh waraasahu madax ay xanuunay marka guriga markuu yimi ayuu wuxuu arkay Aaysha oo iyaduna waxay leedahay waraasahu yaani madax ay xanuunayo wareer madax wareer madax xanuun baa ahay markaas uu yiri aniga ka daran oo madax xanuun baa ahay laakiin maxabas ay dib kugu tahay buu yiri hadii aad hortay dhimatid oo aan ku dhaqo oo aan ku kafno oo aan u aan qabriga kugu galiyo soo kuma wanaagsana markaas waxay tiri waa haween oo looma soo qaado maseerka waxay tiri waxaad rabtaa marka inaad aniga maalintii iduugto habeenkiina aad haweenay kale gurigayga soo gashato soo maaha oo aad ku aroosto saasaad rabtaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tabasama wuu qoslay oo wax kaleeto ma uyan ku dhihin waayo waa masayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala banaat xawa u geliyey ama dumarka ilaah u geliyey xanuunkiisa halkaas sidii loogu soo bilowday nebigu calayhi salaam maalintaa wixii ka dambeeyey xanuunkiisu uu soo kordhayey ilaa uu fariisto oo guriga guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunka ku soo bilowday waxaa la kala doorasiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu adduunyadan ku waaro saan sheegnay oo khuldi uu ku yeesho
إيوه أو آخر كان أودنته إيوه إن إلهي سبحانه وتعالى حقيس أو أفسده وحضورته النبي عليه الصلاة والسلام كلن كإلهي سبحانه وتعالى. ولذلك أيلا ذهي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عائشة مركع وحبدا كورينه وحو يقفك وحقه جالسا رنتي جريد النبي عليه الصلاة والسلام يا معلمي وقدمي محايا لقري كذا أي النبي عليه الصلاة والسلام حنوم كيس لقب حنانيناي إذا نبانا يسأل النبي عليه السلام قري كذا أيو تشوقي مركع النبي عليه الصلاة والسلام أنت عن قري عائشة لقيني حنومك مركع وقصو كرني ولا قاضي شري هواني والله بينك وليه هاي سليب اللوري جنشل أصحاب تمرك وحي أركان إنه ليا أين أنا غدا أين أنا غدا بريتو حقابا هاي بقاس الله حقاتا هاي ومسلمات هاي ومحبيبات هاي ومهبلبات هاي أين أنا غدا وحي مركا هوانك النبي عليه الصلاة والسلام أي فهمين إنه النبي عليه الصلاة والسلام دلريه قرق عائشين ودلري بقاس الله وقال هذا أو يكتنازلين حقو دي أها إنه النبي عليه الصلاة والسلام هبين والبا مدل بريو أي كتنازلين والنبي عليه الصلاة والسلام قريق عائشة إنه هايسو أي وتنازلين تاسنا وحي أي جعلك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعن نقطي مركا النبي عليه الصلاة والسلام قريق عائشة إنه لغب حنانيو دادكنا أغوي مادان هوانك السنة ماشي أغوي مادان وإلا تشوغان اللعوية. وحلال مركع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولك الدور رسي النبي عليه الصلاة والسلام ونا نوشاقي أو هريب ونوشاقي بإلا ذهي أو حير النبي بنتا مجر إلا لك الدور رسي إلا لك الدور رسي أدونك جوغي تانكيسة إيا قيردة إلا لك الدور رسي مركع وحن أركي بيتر مالين تدنبا إساقوا له بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وإندها كرو تاغية او حق قريقا سقف كيسا انها كتاقي او لا رفيق الاعلى وانتانو دمان وحي الكهر اي لاذا هاي ايان اركي النبي عليه السلام وحن قرطي بيتري انانو ندوران ان الدونك انو تشوق انانو دوران اي الهي سبحانه وتعالى حق يسا او دورتي وحن او قادي بيتري ارنكي انو شاقي جري او اها النبي عليه السلام نبي انو دمان الى لك الدور رسيو حنون كان بلوغي سمحوها ماذا حنون كان هدوها سبب محاوها او الهي سبحانه وتعالى وحول بالسبب وغدقه سبب ونغضي سيدا حديثك صحيحة البخاري وشيقي مسلمي غير قطبة وحوهي سنتي النبي عليه الصلاة والسلام هوانا يدي يهودية دا اهيد خيبر النبي عليه الصلاة والسلام هيلب كماركي وكانتي ee waliba tagoogta ay jacalay oo jacala nabiga kaleey salaam garanayse inuu jacala sunta aad ugu badisay ee markii hilibka loo keenay hilibki la hadlay oo neefki la hadlay oo yiri rasuulki allah waa sumaysnahay hay cunin waa sumaysnahay hay cunin markii uu wax ka qaatay nabiga kaleey salaam nin kalena wax ka qaato markiiba uu dhintay ninkii kale markiiba waa dhintay saxaabiga ahaa nabiga kaleey salaam hal mar oo uu cunay arinkaas sunta ah ayaa sabab u aha oo wuxuu ku leeyahay Aisha radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anha cuntadii aan ku cunay Khaybar kama yanzulin inaan dareemayo xanuunkeed waqtigii waxa la gaaray xididka halbowlaha ay u go'i lahaa ama ay halbowlaha ay go'in lahayd yaani waa aan u dhiman lahaa ayaa la gaaray buu leeyahay marka nabiga kaleey salaam salaam ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa horta عصمي او عد اغتيالي كرتا اما ديلي كرتا ما تشيرين محايد الله سبحانه وتعالى يحماي اسمين الى لنا يا الله سبحانه وتعالى الى لك الوباهنين نبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس ايو يري الله سبحانه وتعالى مركور ولا الى لنجر النبي عليه الصلاة والسلام حرس الى الله يحو جوجر الى يحيري انا اقول الى لنا والمباهنين الى الله مركا عيد ما ادري كان لكن وقت جيس مركا اللي قالوا يا جاريدي سي وقت جيس وقدرت الهي سبحانه وتعالى اي وحو البك دعايا مركا ارنكا سنتا سنة اني سبب واحد اي احاديثه يا سيره مركا لا فيريو اي تلماميسا نبي كان عليه الصلاه والسلام ساسا لو كلا دورسي مدني حنونك كجري نبي عليه الصلاه والسلام
مدداس وحا لوغو شيغي 10 عشاء اهيد مسا 13 عشاء اهيد مسا 8 عشاء انت با وا لا شيغي 13 عشاء تقريبا ايا لو بدينيا مالنتي ملحنونكو كوبلوداي الى مالنتي النبي عليه الصلاه والسلام اي جيريدو كوسو ادكاتاي او مالنتي خميستا اهيد او النبي عليه الصلاه والسلام اي جيريدي سو نوقتاي مدداس او كو جيري النبي عليه الصلاه والسلام حنونكا وح بدن ايو كلا كلمي حنونكا النبي عليه الصلاه والسلام كو حكا نبي عليه الصلاة والسلام سكرات الموت كا إنو آدي آد أدريمي أو ورني سيدة عائشة رضي الله عنها إنو شاكيسو بيا أيام ماشا الله بيا بيا سكا عنت قلينا يا نبي عليه الصلاة والسلام مركاسو مدي حيس الساري مركاسو ورني لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات موت كوحو ليه سكرتي حنون بوليه هي حنون ادق بوليه بل سي حنون كي سو مضاعف بوها والنبي عليه الصلاه والسلام ددك كلا و كبدنا سيده هو نو شيغايو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وليه النبي عليه الصلاه والسلام ايا اسو غلى او حمد قنده اي سارنته ادق مرغاسا وحان اريب ويلي يا رسول الله انك لا توعك وقنده اي سنته او قنده ادق باكو سارن مركز يري نعم وعك كما يوعك الرجلان منكم لمن او اذنك اذن كم اذا سيدا يقندوضن بان قندونيا مركز يري ما اجر كبضن وعدنك اجر بضن تهي ايا سيدا لكو زيادة مركز يري واسداس قفو الباقف كا اجر بضن يهي ايا مصيبة ايو ابتلاق اي حنونكنا وبضن يهي مركز النبي عليه السلام قندنا ساسو قندوني مددي او چوغي maalmihi hore wuxuu isku dayay nabigu kalee salaatu salaam fadhiga inuu ku tukado ama asxaabta uu tujiyo laakiin saan sheegney maalintaas la soo jiiday nabigu kalee salaatu salaam garbaha laga soo galay ee la keenay markii uu abubakar dareemay in nabigu kalee salaatu salaam uu soo galay oo dib u soo noqday ayaa ugu dambeysay maalin uu tujiyo nabigu kalee salaatu salaam dadka maalmihi dambe oo dhan markaa waxa tujinayay abubakar radiyallahu tabaaraka wa ta'aala an waxayna tusinaysa abubakar رضي الله عنه إنه أها قفك وفضل بضن أمضان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحو أها قفك النبي عليه الصلاة والسلام وأوصي شرحي إنه استغى خلافة ديسة خليفة ديسة أونو قندورة أو وحيالها علمات وشاقين باكم دا صلاة دا النبي عليه الصلاة والسلام وامري وأصحاب تري هديب النبي عليه الصلاة دي وكو آميني أو إنه دين تاني وكو آميني الدنيا دي مينا كو آميني هينو سي خليفين كده يعني أرنقا وحا خلافة الشيعة إيه بدع فرق دا ضالة دا والرافضة دو أي كم تايو أو بكر يا عمر يا عاية وأنا وحا علماء دا انتو أدبادنا يكو قال يسيا نما كاس وحا كلاو كم دا نبي عليه الصلاة والسلام أيامها ومارة حنوه كجري دردارنا بضان انو ديوي ايضنا وكشيك الدونة وحكم ذا اني اتمي نبي عليه الصلاة والسلام قبل ديسا فاطمة بنت محمد رضي الله تبارك وتعالى عنها او نبي عليه الصلاة لفقي مركو لفقي اي اويسي مركاسا او هدنا لفقي مركاسي فرحضي مركا عائشة ويديسي وحيتري محايا هيد وحيتري النبي عليه الصلاة سرتي سمشيقيو لكن مركي وقيريو ذي كدب أي شاكتاي مركي وهرا وحي وقيري بيتري قيري ديسا أي شاكي أنا قونا إنا لح بلوت كدام مين دونا أو دات كيسا قفك وقوه الرأي أو كدب التاكد دونا أن نقن دونا أي شاك وان أي بيتري مركا مركا سوها دانا وحي شاكي إنا نقضينا ناي سيدة ألا يرضيك أن تكون سيدة النساء أهل الجنة إن هذا نقطة سيدة دو مركة جنة مياني كورها لقلين إن مركة سان فرحي بيتري ما أنت أدام يسي النبي عليه الصلاة والسلام وحا كم ذا ما أنت أصبر الرموض بيشكت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وحا كم ذا النبي عليه الصلاة والسلام إنه أصوى قلي عبد الرحمن ابن أبي بكر ولا الكيد أيا صوى قلي مرق ولالكيت سو غلاي ايا عدي بو غانت كووتاي مركا نبيو عليه الصلاه عدي بو فيري عدي غنا وو جعل روميغا وو جعل نبيو عليه الصلاه والسلام مركا سي وحي تري ما دونيسا
wuxuu yiri haa madax ayuu saa ugu ishaaray ma hadli karin hadal badan laakiin madaxu ku ishaaray cabdiraxmaan bay ka qaaday xabad baan siiyey bay tiri cadaygii markaan siiyey buu isku dayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu calajiyo uu calajin kari waayey bay tiri marka markaasaan waxaan idhi ma kuu jilciya markaasuu yidhi haa madaxa uu ruxay way ka qaaday markaas iyadu ilkaheeda ku jilcisay markaasay siisay waana waxay u leedahay caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala canha arin aan cidina helin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada siiyeyo ah waxay tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhintay gurigayga maalintaydii maalinta iyadu ay lahayd dowrada way xisaabinaysee maalinteedii ay lahaan lahayd ayuu ku dhintay gurigeedii buu ku dhintay maa bayna saxri wa naxri yacni laabteeda isagoo ku dengigsan ayuu ku dhintay laabteyda wa khaalada riiquhu riiqii caliyadeyda iyo caliyadiisuna waa isku darsantay bay tiri markii u dambaysay qofkii ugu dambeeyey bana bimacnaa cadaygii ay u calaanjisay ayay siisay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas dhowr dardaaran buu dhiibay asxaabtiisana wuxuu kala dardaarmay waxyaalo badan oo aan insha allahu tacaala dardaaranka ku sheegi doono dabadeedna waxa u yimi ikhtiyaarkii baa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam la khiyaar geliyey markii la khiyaar geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalladii ugu dambeeyey waxay ahayd inuu yidhaahdo bali rafiiqi alaclaa bali rafiiqi alaclaa bali rafiiqi alaclaa waxaa kale oo ka mid ah hadalladii ugu dambeeyey dardaarankii uu ka dardaarmayey asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum ilaa carabkiisu qaadi kari waayo hadalka oo uu xirmo oo carabkiisu u dhaco ama gacantiisu ay dhacdo sida axaadiista iyo riwaayaadku ay sheegayaan waxaa kale oo ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa inuu damacay inuu kitaab u qoro oo dardaaran u qoro laakiin markay ay soo galeen meesha isku khilaafeen qaarna yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam warqadda ha la keeno ha qore qaarna ay yidhaahdeen war nebiga calayhi salaam xanuunkii baa ku batay oo qandhadaa ku badatay kitaabkii ilaahay baan haysanaa wax kale uma baahnini ayaa uu yidhi iga kaca marka sidaas ayay maaragtay maalintaas khamiista nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhu markuu werinayay wuxuu yidhi yowmu lkhamiis wamaa yowmu lkhamiis markaasuu ooyey markaasuu yidhi yowmu lkhamiis wamaa yowmu lkhamiis maalin khamiisaad ma garanaysaan maalin khamiisaad waxay tahay markaasa lagu yidhi waa maxay maalin khamiisaad xanuunkii ayaa ku adkaaday buu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu badnaa maalmihii ugu dambaysay geeridiisa ayaa waxyigu aada ugu soo tataabucayay intaanu dhiman wax yar ka hor nebiga calayhi salaatu wasalaam sida aan sheegnayna isagoo cumrigiisu maalintaa 63 sano uu jiro ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u dhintay subax talaadaadna ama habeen talaadaad ayaa la duugay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama xagga dhiqitaankiisa asxaabtu way isku khilaafeenoo waxay yidhaahdeen war ma hadde dharkan ka siibaynaa nebiga calayhi salatu wasalaam miyaan qaawanaynaa mase sidiisaan ku dhaqaynaa markii dambe waxay maqleen haatuf leh war nebiga calayhi salaam dharkiisa waxba lagama qaadaya sidiisa ku dhaqaa sidiisii baa lagu dhaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam ama kutukashadiisa sida ay sheegaysa riwaayaadka oo dhan waxa weeye qof isagu hogaamiyey oo salaadii ku tukaday ma jiro si furaada ah oo kelikeliya ama koox koox ah ayaa loogu tukanayay rag iyo dumar waa la soo gelayay guriga hadba koox baa soo gelaysay waa ku tukanaysay nebiga calayhi salaam way baxaysay raac kalaa soo gelayay uu ku tukanayay wuu baxayay raac kalaa soo gelayay wuu ku baxayay saasaa loogu tukanay qof hal imaam oo tujiyey ma jirin hal imaam oo tujiyey ma jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridu marka ay dhacday oo caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala canha ay ogaatay subaxdaas uu dhimanayo galabteeda galabta uu dhimanayo subaxdeeda ayaa waxay ahayd markii ugu dambaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu arko asxaabtuna wejigooda ay arkaan anas radiallahu tabaaraka wa tacaala canhu wuxuu leeyahay annagoo salaadii subax tukanayna ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga caaisho uu joogay ayuu daahi xoogaa saa u wareejiyey daahi markuu saa u wareejiyey ayay asxaabtu wejigiisa arkeen nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadii bay ka fidnoobi gaareen buu yidhi
salaadii ayay ka bixi gaareen oo ka fidnoobi gaareen. Wuxuu soo fiiriyey muslimiintii oo tukanaysa oo salaadii u safan, ayuu soo fiiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxay ahayd nadradii ugu dambaysay oo muslimiinta uu soo eego iyagoo tukanaya oo uu raalli yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii inuu gutay, diintii ilaahay subxaanahu watacaala kor noqotay, dadkii ay wada gaadhay, muslimiintii ay tukanayaan oo khaliifadoodii uu hogaaminayo. Intaas markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu hal mar soo eegay, markaasuu muusooday nebigu calayhi salaatu wasalaam. Markay damceen salaadiina ka fidnoobaan, wuxuu yidhi calaa rislikum, calaa rislikum, sidiina ku jooga, sidiina ku jooga ayuu yidhi. Dabeedna daahi buu xiray. Nadradaasaana ugu dambaysay muslimiinta calayhi salaatu wasalaam maalintaas marka inuu duhurnimadii dhintay iyo inuu galabnimadii dhintay iyo inuu barqadiiba naftu ka baxday nebiga calayhi salaatu wasalaam. Intaasba way sheegeen ahlusiyarkum. Saddex iyo lixdan sano ayuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam sida laysku waafaqsan yahay uu ku geeriyooday. Waxaan kusoo khatimaynaa dardaaranadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dardaaranadu aad bay u fara badnaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa ka mid ah dardaaranadaasaan ka soo bilaabaynaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatul wadaac markii uu tegay xajka, maalintaa khudbad dheer uu jeediyey, dadka aad ugu dheer. Khudbaddaas waxyaalo uu ka hadlay, kow waxaa ka ahaa dhiigga muslimiintu inuu xaaraan yahay. Inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. Dardaaranku ka dardaarmay wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, kow dhiiggiinna sharaftiinna maalkiinna xaaraan bay idinka tahay, sida maalintanu xaaraan ay u tahay intaaganna carafaa, bishan dulxija siday xaaraan u tahay, beledkan makaa siduu xaaraan u yahay, waxba loo dembi loogu samayn karin, ayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo naftiinnaba xaaraan idinka yihiin. Bimacnaa dadka muslimiinta ayow qaarkiina qaarka kale yuu dhiiggooda iyo sharaftooda iyo cirdigooda iyo maalkooda yuu ku xadgudbin. Laakiin waynu khilaafnay nebiga calayhi salaatu wasalaam, muslimiintu waa isbanaysteen. Innaga maanta soomaali haddaynu nahay, xataa waynu isbanaysanay, qolo walba qolo walba dhiiggeeday banaysatay iyo maalkeeda. Walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. Dembi nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankaasna waa la khilaafay. Wuxuu kaloo maalintaa ka dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka ayuu ka dardaarmay. Wuxuu ku yidhi, dumarka xoolihiinaad ku qaadateen, furuujtoodii baad bannaysateen oo kelimaddii ilaahay ku bannaysateen, waxaad cuntaan ka quudiya, waxaad labisataan uga labisa, idinkuna waxaad ku leedihiin guryihiinna inaanay cid aydinaan raalli ka ahayn ayan u idmin ayaad ku leedihiin. Arrinkaasna wuxuu uga dardaarmay nebigu dhaqan wanaagsan dumarka in lagula dhaqaaqmo, xuquuqdoodana loo dhammaystiro, oo ay ninka waajib ku tahay nafaqadooda iyo dhaqankooda wanaagsan inuu waajib ku yahay. Arrinkaasna dad badan oo muslimiinta ka mid a ayaa dayacay. Wuxuu kaloo ka dardaarmay maalintaa nebigu calayhi salaam ribada. Ribada ayuu ka dardaarmay inay dadka muslimiinta ayan cunin. Wuxuuna yidhi, rib oo dhan lugtayda hoosteedii ku jirtaa. Ribada ugu horreysana ribada adeerka Cabbaas bin Cabdulmutalib weeye. Markaa nebigana calayhi salaatu wasalaam ribada uu ka dardaarmay, dadka muslimiinta ah maanta in badan oo ka midi way bannaysteen, walciyaadu billaah. Markii uu yimid jamaraadka oo dhagaxa uu tuurayey, wuu dardaarmay iyadana. Wuxuu ka dardaarmay, laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin. Halkaas goobtaas jamaraadka ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, war gadaashay ha noqona gaala ha noqonina, qaarkiin qaarka kale uu luqunta ka garaaco isdishaan ha noqonina buu yidhi, oo gaala oo kale ha noqonina. Wuxuu ka dardaarmay isla goobtaas inay muslimiintu kala dambayn iyo ismaqal yeeshaan, xataa qof addoona hadduu madax idiin noqdo oo kitaabkii ilaahay idinku hogaaminayo, ismacuu wa atiicuu buu yidhi. Ismaqala oo isadeeca qofkaasu hadduuba kitaabkii ilaahay idinku hogaaminayo, diintii ilaahay hadduu idinku hogaaminayo, adeeca oo maaragtay hadalkiisa qaata. Wuxuu kaloo goobtaas ku dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam, laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa.
dadku inay isku mid yihiin oo mu'miniintu muslimiintu isku mid yihiin oo mid cad iyo mid madow iyo mid guduudan aanay kala lahayn laakiin taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala kaliya ku kala mudan yihiin ilaahay karaamadiisa marka ha isu faaninina wey oo ha isyaasinina balidaalika arrinkaa waa la khilaafay bannaankaa lagu tuuray dadkii qaar waxaa loo bixiyey magacyo qaar waxaa loo bixiyey lagama guursado qaar waxaa la yidhi lalama xidhiiro qaar waxaa la yidhi waa magacyo kaley leeyihiin waa la takooraa qolaba qola ayay maaragtay yastaa dadkii muslimiinta ahaa waxyaalahaasoo khilaafsan nebiga calayhi salatu wasalaam dardaarankiisiina way ku dhaceen walaa xawla walaa quwata ilaa billah waxaa kaloo ka mid ahaa dardaaranadii ugu cuslaa oo meeshaas uu ku dhiibay nebigu calayhi salaatu wasalaam uusiikum waxaan idinkula dardaarmayaa kitaabka ilaahay iyo sunnadayda haddaad qabsataan ma lumaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuu idin weydiin doonaa maxaad odhanaysaan waxay yidhahdeen asxaabtii hal mar waad gaarsiisay waadna soo gaarsiisay waadna seexaysay waadnana soo gaarsiisay alaa hal ballaqtu allaahuma fashhad ayuu saddex jeer yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celceliyey waxaa kaloo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii uu waqtigaas ka digay waxaa ka mid ahaa adduunyada iyo ku tartankeeda addunyaa watanaafusi fiiha waxaan ka baqayaa buu yidhi inaad ku tartantaan siday kuwii hore ugu tartameen oo ay idin halaagto siday kuwii hore u halaagtay waana wax dhacayo dardaarankii nebiga calayhi salaam waa la khilaafayo waxa maanta la ysku dilayo oo muslimiintu ay asaagood uga hareen oo ay gaalo u qabsatay ma aha wax kale ilaa adduunye isku dilayaan maaha madiin bay isku hayaan maya xukun iyo kursi iyo qabiil iyo xoolo iyo anigu aan maago iyo siyaasad intaasay isku maagay waa adduunyo kullu waa adduunyo inteeba badan muslimiinta adduunye iskul baabi'iyeen iskuna laayeen ayna ku halaagsameen halaagana waxaa ka mid a in gaalo qabsato gaalo inay qabsato oo xoolahoodii iyo dhulkoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii ay u taliso maanta caalamul islaamiya oo dhan sidii la doono laga yeelo waxaa keenay adduunyada xubu dunyaa wa karaahiyat lmowt waana suyi nabi alayh salaam akhshaa an tanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakatkum waana siduu sheegay nabigu alayh dardaarankiisi bay ka mid ahayd intuu firaashka jiifay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr dardaaran oo muhima ayuu bixiyey dardaaranadaas waxaa ka mid a kow kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga alayhi salaam saan soo sheegnay waxaa kale oo ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka digay in masaajidda qubuur laga dhigto hadalladiisii ugu dambaysay waxaa ka mid ahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara yuhuud iyo nasaara allaha lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qabuurtii nebiyadooda ayay ka dhigteen masaajido oo masaajido ku dul dhiseen waxaa ka mid ah alaa laa tattakhiduu qabri ciidan qabrigayga ciid lagu kulmo oo lagu maaratay baashaar yaa laga dhigin arrinkaasaana ugu wacnaa bay tidhi oo haddii aanay saas ahayn qabrigiisa waa la muujin lahaa bay tidhi caaisha radiallahu tabaaraka watacaala canha walidaalika nebiga calayhi salatu slam laguma aasin masjidka waxaa lagu aasay gurigii caaisha radiallahu tabaaraka watacaala canha ayaa lagu aashay xujradeedii ayaa lagu aasay xujraduna masjidka way ka baxsanayd laakiin waliid ibni cabdilmalik ibni marwaan oo gadaal ka yimi oo khilaafadii umawiya ayaa qabriga soo geliyey masjidka soo geliyey waana arrin culimmadu ay ku waafaqsanayd maahay oo dadkii xataa joogay ee waqtigaa taabiciinta ahaa kuma waafaqsanayn arrinkaas isaga ah waxyaalaha kale ka dardaarmay waxaa ka mid ahayd salaadda nebigu calayhi isalatu wasalaam asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum salaada 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 ayuu lahaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam inta aanu naftu ayan ka bixin wamaa malakat aymaanukum wamaa malakat aymaanukum laba arrin bay ku fasireen culimmadu midi waxa weeye xoolaha waxaa xoola haysataan zakadii ka bixiya oo yacni wixii xaq lagu lahaa ka bixiya midda labaadna waxa weeye loo badan yahay malakat aymaanukum yacni dadka gacantiinu hanatay oo addoommada iyo khadamka iyo shaqaalaha iyo dadka dacafada idiin shaqeeya oo aad haysataan idinku dadkaa u naxariista oo maaragtay ha ku xadgudbinina ha ku xadgudbina walidaalika dadka shaqaalaha dadka ducafadaa dadka maaragtay ku baahan adiga waxaa xaqooda inaad iska ilaaliso ishooda inaad iska ilaaliso inaad iska ilaaliso xuquuqdooda oo aad waxooda siiso iyadoo weliba waxoodii ay u dhammaystiran tahay wey waxaa kaloo ka mid ah waxyaalihii uu ka dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam
إن مشركين تلقى صاروا جزيرة العرب جزيرة العرب إن لقى صاروا ولا بدين أنا يتشوجن دين 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 كلا يدين الإسلام إن أنا ودي تشوجن أخرج المشركين من جزيرة العرب جزيرة العرب تكسر والمشركين تا وحاجوجر كسر أو إسلام جزيرة الإسلام هو يمشازه وأصلي إسلامك وحكى وكم بعيد أجيز الوفودة بما كنت أجيزه يعني وفودة إذا أنت معذنا وحي أنا جا عن كمرت سوري جري أو جو أبل جودي جري وجو أبل جودة تاسنا وقدر دار من النبي عليه الصلاة والسلام قدر دار المديسي ودم يسين النبي عليه الصلاة والسلام أي كم ذا هاي أو النبي عليه الصلاة والسلام ومديسة وقتل مامي مركب ولا ليال إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا حياله عبرضا كقاضنا إنه وحوي نبي عليه الصلاة والسلام سيرة ديسا إلا دراسيه نوشيس عجائب كبضا إنه قد يشد إنه غمضا إنه قد ينه معا إنه كنت أعلان كنا نبي عليه الصلاة والسلام أو إنه كهلي كرنا شفاعة ديسا يوم القيامة وحوي شفاعة ديسا إيو شعيل كيسا نبي عليه الصلاة والسلام وحين كهلينا إنه نرعنه سنة ديسا إنه نرعنه قد ينه سيرة ديسي برنه سنة ديسي برنه عرورتين نبرنه دمر كان نبرنه دات كان نبرنه اينو ماركت انغو كنوق نوقلنه او اينو سيرديسا لنولانه نبي عليه الصلاه والسلام تاس بينو شفاعتيسا يا حوض كيسا كهلينا او ان لي نوغا علينين مالنتاس وايو دد باجره امديسا كميدو لغا علينايو وحوض كيسا ان ايمانين marka walaalayaal ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariya inuu naga dhigo kuwa sunnadiisa raaca oo nabigooda alayhi salatu wasalam ku dayda oo ku saliya habeen iyo maalin saligiisa badiya oo caruurtooda iyo guryahooda iyo dumarkoodaba ku dhaqa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala dhammaanteenba nagu kulmiyo xawdkiisa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyo shafaacadiisa alayhi salatu wasalam inuu ilaahi nagu kulmiyo ilaahayna nasiyo shafaacadiisa wajigiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala na tusoo nala kulmisiyo jannada ilaahi subhanahu wa ta'ala nabigeena iyo asxaabtiisa iyo inta saalixiinta ahidba ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu la kulmiyo sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين جزاكم الله خيرا جزا الله شيخنا شيخ محمد إدريس خير الجزاء إن شاء الله تعالى محاضرة دور سؤال هذا إن شاء الله الشيخ ينو جواب سوكب كوبه أيان أكدم بيسير الناس أشكواد الشيخ محمد ساد كور غبتو بريهان يوروب أما إسكندنافيان وحاكت شرتاين النبي صلى الله عليه وسلم لقو حد قدبي سوره يا فلقادوين هذا بقف كارول كن كنول سدايو نبي يسوع غرغاري كرا وحيابها لغشي كرا وغهرتي كرا الحمد لله الله سبحانه وتعالى في قرآن كريم كل يهي إنا كفيناك المستهزئين إلهي سبحانه وتعالى وكل يناك كافني مستهزئين تا يعني كو كو جيس جيساي وعقل الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر نبي عليه الصلاة والسلام عدي أفلق أديسي وحكو شاكتاي إساقا أبتر يعني دبر قوان وعن وحبا عقب لهين أما, 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 أما أثر لهين مركا هورتا قالوا دو ولقيد وحيا هيد لدك قالوا دا معداوة دا يوقبان إسلامك إني أي كتوكتان رمزك الإسلام كواه النبي عليه الصلاة والسلام إن إمارة مركا أي وحكا شيئا وعاد إلى هانشرين السوجرتي إلهنا سبحانه وتعالى كافي بؤياه أننا محانا قلق قدبون إن كقيرون نه أيانا قلق قدبون النبي عليه الصلاة والسلام ووحا لقو شيئا أيه أما عدة إمارة وحكو شيئا إيسا لبقى يبقى مركا وقيب سميسا قيب وحا ويددك مسلمين تا مسؤولية دودة هيا او دولة لها اهو اوود له قيبنا وحاوية مسلمين تا عامضو ده يددكو ده شعوب تا لبا واجب قفول باوودي سنتي تابع صار اما دولة لها يددك مسلمين تا اوودو دي هيا اوودو دي وحا صارا واجب كوا ان اي كدي ديان او اي قو اما اذا كقاتان ددك اما دولة لها اما محوة اي اعلامك اما غير كيس عدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكا شاكتاما مقادي سام وحكو سميسا إني مركا قواما أقلما أود مسلمين تا إني قاتان أيا لقود بون واجبنا كوا هدي قبانا ولا قل حساب تماي دي قبانا ولا قل حساب تماي إلهي سبحانه وتعالى قل حساب تماي يأو لدك مسلمين تا أود لهين
ده مركا كمالها دنبي كمالها هنا يعني إن شاء الله تعالى أما ذلك المسلمين